حدا مسجد البر. المهم بداو معكم باول بيكالا. المهم الدراج على وائيا الجيه موتو سولاش دواو كما كتشوف معنا بيكالا دراجة هوائية أوروبية تمن الخوش كيقول 2300 درهم 46 ريال هادي النمرة 700. ندوزو البيكالا الثانية كما كتشوف معنا باتافيس دراجة هوائية نشوف معنا الفرج ديال الطريق هادي ماشي موتو سولاش باتافيس كما كتشوف معنا دراجة هوائية النمرة 700 بورت باجاج دواو كوسان دي بيكالا كما تشوف معنا مشاهدين النمرة 700 الثمن 46 ريال الثمن 2300 درهم هادشي اللي قال مول مولام الثمن 46 ريال. ندوزو البيكالا الثالثة خليكم معنا فهاد اللوين ما شاء الله كما تشوف معنا السمي ديال البيكالا بريزيدون دراجة هوائية كما تشوف معنا النمرة 700 ونساوش خلينا الرأي ديالكم الخوت قلنا واش أشمينة مناسبة ولا لا قلنا الرأي ديالكم في هاد الدراجة الهوائية غادي النمرة 700 غنزول بيكالا الخوت الرابعة غنزول بيكالا الرابعة شي النمرة 700 سمية جيو هاد اللون هذا إن شاء الله ثاني نشوف معنا النمرة 700 الثمن شحال هما 46 ريال شي قلت الثمن 2300 درهم غنزل معكم خمس بيكالا بيكالا شي نمرة 700 باتافيس اي بشكل اخر عنده جوج ماركات باتافيس نشوف معنا خلونا نراعي ليكم في الدرجة الهوائية بورت باكاج فلاناش كما نشوف معنا مونشو سولاش نمرة 700 غندوزو خمس بيكالا الخوش وبيكالا الاخر اللي كاينة تراكش كما تشوف معنا السمية ديال البيكالا درجة هوائية موتو سولاش النمرة 700 بورت باكاج دواو كما تشوف معنا دراجة هوائية خلو مع خليكم خلينا الرأي ديالكم الخوت واش الأشمينة مناسبة واش الدراجة الهوائية مزيانة ولا لا والثمن 46 ريال الثمن 2300 درهم كما تشوف معنا البيكالا تبقى ملاه ما شاء الله جداد وقلنا الرأي ديالكم الثمن 2300 درهم بالنسبة للثمن قال لك كاين يمكن تشطر معاه في الثمن يقدر يتصاب معاه ماشي كاع المهم هادشي اللي كاين اليوم شاركنا معكم الخوش متنساوش تشاركوا في القناة مازال ان شاء الله نجيب لكم جديد هادشي اللي كاين اليوم بارك الله عليكم لا كون هاني اخي هادشي اللي كاين اخويا الله يسخر الأمور.